السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلانجريد بينظم لي الشغل بتاعي في المكتب الفني وفي مراجعة اللوح وهكذا. تقدر من هنا دوكمنت تضيف أي لوحة أنت عايزها، تقدر من فوتو تضيف أي صور أنت عايزها، تمام. تقدر تعمل سيرش عليها، تقدر تعملهم اكسبورت، تقدر تعملهم داونلود كلهم مرة واحدة. التيم تقدر تضيف اللي أنت عايزه. احنا شرحنا الشيت والتاسك والرف اي والريبورت، كل حاجه دي شرحناها على بيماريبيا على اليوتيوب. سيتنج دي الاعدادات، دي المعلومات عن المشروع. اقدر احمل الملفات كلها بتاعه المشروع مره واحده، احمل الدرونج لوج، احمل الكرنت سيت لوج، دوكيمنت لوج، اقدر اعمل داونلود لكل دول. بعد كده بعد ما خلاص خدت كوبي من المشروع كله والمشروع خلص واتقفل واتسلم والناس سجنت، تقدر تعمل ريموف للمشروع دوت من عندك. تقدر تقول له كونفيرم ليفنج، يعني تكتب كلمة ليف بس هنا، تمام، زي ما مكتوب بليز تايب ليف تو كونفيرم، وتقول له ليف بروجكت، يروح لاغي المشروع كله. بس ما تعملش الموضوع دوت غير لما تكون عملت اكسبورت للملفات كلها.